أخبار غريبة وسريعة. عيد الغدير عند الشيعة، ماذا تعرف عن عيد الغدير عند الشيعة؟ ليه؟ لأن بيطلبوا أن عيد الغدير ده يكون عطلة رسمية، يكون أجازة رسمية. ألا، طب إيه حكاية عيد الغدير دي؟ هل عندك فكرة؟ هل عندك معلومة؟ هل تعرف إيه حكاية عيد الغدير ده؟ وإيه هو يوم الغدير دوتي الذي يبجله الشيعة؟ وعندهم طقوس معينة في هذا العيد، إن هم لازم اليوم دوتي يصوموا، ولازم يتآخوا فيه، ولازم يعملوا زيارات، ولازم يحتفلوا في هذا اليوم، وإن هو عيد مهم جدا زي ما قال الإمام جعفر الصادق. هناك ثلاث أربع أعياد، اللي هو عيد رمضان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويوم الجمعة عيد، وعيد الغدير. طب إيه هو عيد الغدير دوتي يا أولاد عند الشيعة؟ برافو عليك. عيد الغدير ده يا سيدي يقول لك هو اليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما رجعوا من حجة الوداع خطب خطاب خطبة طويلة، فلما خطب قال إن علي وليي، علي هو وأنا ولي الله، وأن علي هو وليي، اللهم إيه ولي من ولاه وعادي من عداه. إن علي، على قول الشيعة يعني، أن علي هو ولي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها هي إشارة بالإمامة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ده كلام الشيعة، أن علي هو الولي. ويقول لك بعد الخطبة دياتي ذهب إليه الشيخان، اللي هم طبعا عمر واللي هو أبو بكر، وهنأه، هنأه قالوا له يعني إيه، أنت بقيت ولي لكل مسلم ومسلمة. وبالتالي ده كلام مين؟ ده كلام الشيعة. في حين ان السنة يقول لك ايه، يقول لك ان النبي حين ذكر علي، لان هو بيقول هو نده على سيدنا علي ورفع ايده كده، رفع ايد سيدنا علي وقال لهم ايه، هذا ولي، علي ولي، اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه. ففي إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم الى ولاية علي والى امامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيعة، والشيعة على اختلاف مذاهبهم، الشيعة الإسماعيلية والشيعة الزيدية والشيعة الاثنى عشرية، يعني دي ما فيش اختلاف اللي هو يوم الغدير ده. دي بقى السنة، السنة يقول لك أنه لم يكن يقصد أن يمنح أو أن يعطي عليا الإمامة، ده ما كانش قصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يوصي بالإمامة لأحد. يعني لما مات سيدنا النبي ترك الأمر شورى بين المسلمين، والدليل على ذلك أن بعد موت النبي اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبو بكر، وكان فيه لغط على الاختيار، وكان فيه يعني كان فيه سجال، وكان فيه قصة طويلة عريضة في الموضوع ده، لحد ما إيه جه عمر بن الخطاب وراح إيه مد يده إلى أبو بكر وقال له إيه أنا أبايعك، وذكر وعدد محاسن أبو بكر، وتغيب، لم يكن موجودا علي بن أبي طالب في هذه الحال في سقيفة بني ساعدة. ليه؟ لأن سيدنا علي كان مشغولا، كان بيغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكفن النبي. طيب، وهم في سقيفة بني ساعدة أول واحد اختاروا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة هو أول واحد اختاروه. ليه؟ إن هو يكون، لأن هو قال لك من زعيم الخزرج وزعيم الأوس، وهو زعيم المدينة، وهو أكبرهم وهو أجلهم وهو مش عارف إيه. فحصل السجال دواتي بين المهاجرين وبين الأنصار، إلى استقر الرأي على مين؟ على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. بعدين جه علي بن أبي طالب، لما جه علي راح عرف إن المسلمين بايع أبو بكر فبايع أبو بكر. فالمهم أن السنة يقولون أن قول النبي ذلك لم يكن يعني بإمامة علي، وإنما كان يعني أن النبي يريد أن يعدد محاسن سيدنا علي بن أبي طالب. كان بيقول لهم هذا علي، يعني ده هو اللي أول من آمن بي، وهو ابن عمي، وهو اللي نام في فراشي، وهو اللي أدى الأمانات، وهو. فكان يريد أن يعدد ذلك. ده مين؟ ده رأي السنة. ورأي الشيعة أن في ذلك إشارة واضحة إلى إمامة علي. ومن هنا يجي الخلاف بعد كده، ان قال لك علي ما بيعش ابو بكر، لا، علي باع ابو بكر وبعدين بيع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وبيع عثمان بن عفان بعد كده. فانا حبيت اشرح لك يوم الغدير، احنا مالناش دعوه بالقصه دي، بس انا حبيت اجيبها لك منين، حبيت اجيبها لك من الاساس بتاعها، يعني من اين جاء يوم الغدير؟ من الخطبه التي رفع النبي يده فيها وقال ايه، هذا علي وليي، وعلي مني، وعلي ولي، اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه. خدت بالك؟ ده فسر بعد كده الأئمة بتوع الشيعة والعلماء بتوع الشيعة، قالوا أن هذه هي إشارة صارحة واضحة وصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامة علي. هذا يوم الغدير. أنا يهمني في الموضوع هو إيه؟ يوم الغدير اللي أنا شرحته، لأن إحنا لما بنتكلم
ما بنتكلمش في ناحية عقائدية وما بنقولش ده حلال وده حرام. احنا بنتكلم في التاريخ، في ناحية تاريخية. انت ممكن تختلف، ممكن تتفق، ممكن تجيب لنا حديث، ممكن تجيب لنا نص تاريخي يؤكد او يتعارض مع احنا، انما احنا ما بنتكلمش بنقولش الناس دول هم اللي كده والناس دول هم، لا احنا ما لناش دعوه بالقصه دي. احنا نتكلم في تاريخ. انا كان يعنيني ان انا اقول لك ليه هو ايه هو يوم الغدير. ليه؟ لاني طالبوا في العراق وفي ايران وفي الاماكن الشيعيه ان يوم الغدير دوت يكون يوم عطله، لانهم يصومون يوم الغدير ويتزورون ويتاخون ويتحبون ويقيمون الهدايا وما الى ذلك. ده هو ايه حكايه يوم الغدير. فانت اكتب لنا رايك في التعليقات عن يوم الغدير وعن هذه القصه التاريخيه. وايه؟ وشكرا.